الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الاحتفالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله تبارك وتعالى عليكم وعلينا وعلى الأمة والإنسانية بالخير واليمن والبركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الأيام الطيبة، وأن يرزقنا ثمارها، وأن يرزق أداء هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، لكل من يريد أن يقوم بها، ولكل من يعني تجب عليه أن تتيسر له إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وحضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بألف خير. كل عام وكل المبلغين والأمراء والمسؤولين والعاملين في هذه الجماعة الذين يبذلون الغالي والنفيس لنشر الإسلام الحقيقي، لنشر الإنسانية، لنشر المواساة، لنشر العدل في هذا العالم الواسع في أماكن شتى ومترامية الأطراف. نقول لهم جميعا كل عام وأنتم بألف خير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، هذا اللقاء، هذا الاحتفال، هذا البرنامج هو لكم ولأجلكم، للتواصل معكم، لسماع صوتكم ورؤية أيضا مشاركاتكم وفيديوهاتكم التي أرسلتموها لنا. سوف نحتفل معا لساعة ونصف تقريبا إن شاء الله تعالى، سوف نستمع لبعض الحديث الطيب حول هذه المناسبة وحقيقتها، وكيف أن كثير من الناس يعني بدأوا منذ زمن طويل يفهمونها بشكل مغلوط، ومما يحرمهم من تذوق طعمها الحقيقي وقطف ثمارها الحقيقية. سوف نستمع وسوف نشاهد أيضا الفيديوهات التي أرسلتموها لنا، قمنا بتجميعها في أكثر من فاصل، سوف نراها ونشاهدها لكم ولأطفالكم. أيضا سوف نستمع لأصواتكم عبر الهاتف، مهنئين، معايدين، فلذلك نشجعكم أن ترسلوا رقم الهاتف الذي تريدون أن تتصلوا منه على واتساب الذي يظهر أسفل الشاشة، ونحن سنعاود الاتصال بكم إن شاء الله تعالى لنهنئكم ونستقبل تهانيكم بعونه تبارك وتعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما وأبدا. أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ الداعية شمس الدين، أهلا وسهلا بك وكل عام وأنت بألف خير. وأيضا يعني عبر الأقمار الاصطناعية وعبر الإنترنت سيكون معنا أيضا مجموعة من الضيوف المحترمين الأعزاء حول العالم، وخصوصا من عالمنا العربي، فأيضا أرحب بهم قبلا وبعدا، حياكم الله جميعا. أبدأ معك أستاذي أستاذ شمس الدين، عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الطيبة التي ليست جزافا أتت، ونعرف نحن أن أعياد المسلمين قليلة، ولما في عيد يعني في شيء محرز كما يقال باللغة باللهجة العامية، هي ليست مجرد أيام عادية، هناك فعلا ما يستحق الاحتفال، هناك فعلا ما يستحق أن يفرح الإنسان بهذه الأيام الطيبة المميزة الخاصة التي لا يمر مثلها كثير خلال السنة. ما حقيقة هذه الأيام التي نحتفل بها في يومنا وساعتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. أولا أقدم أطيب التهاني
لحضرة سيدنا أمير المؤمنين خليفة الخامس أيده الله بنصر العزيز للمسيح الموعود عليه السلام، وبعد ذلك أقدم التهاني لجميع الأحمديين في العالم أينما كانوا وجميع عامة المسلمين أيضا، لأن هذا عيد لجميع المسلمين. فتقبل الله منا ومنكم جميعا، وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير. العيد طبعا من كلمة عادة يعود، عودة عيد. فلماذا أول شيء سمي للفرح كلمة عيد؟ يعني هنا الحكمة موجودة، وهذا ما تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الفرح الحقيقي في حياة الإنسان يتحقق عندما يعود إليه ذلك الشيء الذي هو المطلب الأساسي لبقائه. هذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال مثال واحد عندما بين حقيقة التوبة. يعني الإنسان وفي راحلته في الصحراء وعليها طعامه وماءه وشرابه كل شيء، وكان يستريح تحت ظل شجرة، فإذا الراحلة ضل الطريق، وعندما استيقظ لم يرى شيئا فيئس. وهذه الحالة كم هو كان يعني ليس عنده أمل أنه يعيش بعد فترة أو لحظات أو ساعات القادمة. وفي هذه الحالة، حالة اليأس، هو نام تلقائيا. وبعد قليل عندما استيقظ فجأة يرى أمام عيونه الراحلة واقفة أمامه يتحمل طعامه وشرابه. فهو في هذه الحب، عندما عاد الفرح إليه ويقول يا الله أنت عبدي وأنا ربك، حتى لم يسيطر على لسانه. نعم. هذا هو الفرح. فالفرح متى تحقق؟ عندما عاد المطلب الأساس لحياته لبقائه أمامه. ودائما إذا إنسان كان مريضا لا يتنفس مثلا، بالنسبة له الفرح الحقيقي عندما يعود يتنفس، كل شيء هكذا. فلذلك عندما نسمي عيد معنى الفرح الحقيقي عاد. الآن على الإنسان يجب أن يعلم المطلب الأساسي لبقائه هو اللقاء الإلهي، وجد الله سبحانه وتعالى. يجب أن يفهم، يجب أن يعلم، هل أنه ابتعد عن الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك مسافة خلال السنة القادمة ابتعدت بينه وبين الله؟ الشقة بعيدة أم لا؟ فهو يقرب عندما يرى أن خلال صيامه أو خلال حجه، خلال تقديم التضحيات، أنه اقترب إلى الله سبحانه وتعالى، فعاد له الفرح. وهذا هو العيد الحقيقي، العودة إلى الله. العودة، نعم. فهذا الفرح يتحقق عندما إنسان يقدم تضحيات في سبيل الله. ليس للإنسان إلا ما سعى. فبعد صيام رمضان إنسان يحاول شخصيا فرديا مجهودات ومجاهدات، ويرى يتحقق الفرح بعد ذلك. هكذا بعد أداء مناسك الحج، وأيضا هناك تقديم الأضحية القرابين. عندما واحد يقدم القرابين هذا لباس خارجي، أنه يذبح الخروف وهذا الخروف يستسلم أمامه، ولكن من الداخل اللب في هذا أنه بنفسه يتخيل أنه هو الذي يذبح أمام ربه سبحانه وتعالى ويستسلم تماما لخالقه. ويقول، يستطيع أن يقول أنه أولا يذبح النفس الأمارة من داخله، ويترك الدنيا ومتاعها لأجل الله سبحانه وتعالى، ويتحمل كل ذلة لأجل الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الاستسلام التام، هذا هو اللب الحقيقي عندما واحد يقدم الأضحية. نعم. فعيد الأضحى معنا إنسان يكون مستعدا، لأنه أنا تركت كل شيء لأجل الله سبحانه وتعالى، أنا مستعد أن أضحي نفسي كل ناحية. ثم هنا إنسان يذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا بسيط، إنسان يستطيع أن يقول أنا عندي فكرة هكذا، أو أنا نويت أن أقدم تضحية، وربما أنا أستطيع أن أعمل هكذا، ولكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فسيدنا إبراهيم نجح في هذا الامتحان. يعني إنسان لا يمكن، ممكن واحد يتخيل أنا إذا طلبت مني أستطيع أن أقدم هكذا، أقدم تضحيات مالية، ممكن أترك كل هذه الأمور، ولكن بالفعل عندما يبتلى هل هو بالفعل يحقق أم لا؟
سيدنا إبراهيم حقق، لذلك قال إبراهيم الذي وفى، هذا ما ذكر اليوم أمير المؤمنين أيده الله في خطبته أيضا. إذن الفرح الحقيقي هو إنسان أن يتأكد بنفسه أنه حصل على الله تعالى، يعني تم اللقاء الإلهي، العودة، أو اقترب إليه على الأقل، فله حق أن يحتفل احتفالا حقيقيا. والآخرون طبعا ماديا يفرحون، فمثلهم كان واحد كلنا كنا في انتظار للشيء الذي بحاجة نحن إليه، وهم أخذوا، أنا لم أخذ، أنا أصبحت محروما ولكن أفرح مع مع المفرحين، هذا المعنى. نعم. فهكذا، ويجوز للأولاد وكذا هكذا، أما للمسلم للمؤمن حقيقي عليه أن يجتهد. وأمير المؤمنين أيده الله بنفسه العزيز ذكر اليوم هذا الموضوع في وقتنا، ممكن أتحدث قليلا. أولا، أمير المؤمنين أيده الله بنفسه العزيز ذكر موضوع أن المسيح الموعود عليه السلام قد ظهر، الأمة هم كانوا في انتظار، وظهور المسيح الموعود والمهدي المعهود أيضا هذا تحقيق لوعد الله سبحانه وتعالى. لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا في مكة عندما ضحى بابنه وزوجته وتركهما في باد غير ذي زرع، دعا الله سبحانه وتعالى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم الله سبحانه وتعالى بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية سيدنا إسماعيل عليه السلام، وحقق هذا الموضوع، هذا الوعد. ولكن عندما حقق هذا الوعد وذكر في سورة الجمعة فقال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني ردا على هذا السؤال الله سبحانه وتعالى أدخل بعثة المسيح الموعود عليه السلام مع بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن مجيء المسيح الموعود عليه السلام ليس لإنشاء دين جديد، بل جاء لتكملة نشر دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله هذا الوقت. فهذا المسيح الموعود جاء، ولكن كيف استقبله المسلمون؟ هذا ما أمير المؤمنين ذكر وحذر المسلمين اليوم من خلال خطبة العيد. انظروا مثلا أنتم كيف تعاملون مع أتباع المسيح الموعود عليه السلام، رغم أنه جاء، عليكم أن تكونوا أن تبشروا، يعني أبشروا، طوبى لكم أن المسيح قد ظهر فيكم، ولكن ردة الفعل منكم بالعكس. يعني اليوم مثلا انظروا، ما نحن نقرأ تاريخ سيدنا بلال رضي الله عنه مثلا، كلما كان يذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله كان تلقى عليه المظالم أكثر، كان يجر على الرمل والحجر في الحار الشديد يعني. واليوم أين يتحقق هذا الشيء؟ بعد ذكر الصحابة رضي الله عنهم اليوم في باكستان الأحمديون، عندما واحد يذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسلم أحمد عندما يقول يعذب على يد الذين يقولون أنهم مسلمون. يعني لم يحدث في التاريخ إلا في البداية واحد يحكي يقول يلفظ كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعذب. ذكر الخليفة الرابع رحمه الله مثال شخص أحمدي، يعني أولا أمسكوه الشرطة وضربوه، فكان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعندما سمعوه اشتعلوا أكثر، ضربوا أكثر، حتى هذا المسكين لا يعرف لماذا يضربونه أكثر، وهو تلقائيا من قلبه يقول في حالة الابتلاء، كما كان يقول سيدنا بلال يذكر الله ورسوله، لأنه كان هذا أنفاسه الأخيرة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيضرب أكثر، يعذب أكثر. هذا المشهد. فإذا ظل هكذا فحذر أمير المؤمنين أيده الله، فسوف تصابون كما أصيبت الأقوام من قبلك بسبب هذه المعاملة وإلقاء المظالم على أتباع المؤمنين. وإذا عملت مع المسيح الموعود الذي بعث من الله تعالى، النتيجة لا تكون جيدا، وحجكم لا يكون مقبولا، وتضحياتكم لا تكون مقبولة، فقد مجرد اسم يبقى هذا الشيء. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. أستاذ شمس الدين من تونس، الأستاذ عبد القادر، دعونا نبدأ نستمع إلى اتصالاتكم. كما قلنا هذا البرنامج هو من بركم في الأساس. طيب، من عبد القادر من تونس إلى الترحيب بالأستاذ عبد القادر من فلسطين. السلام عليكم. كلاهما عبد القادر. نعم، عبد القادر من تونس يحتاج بعض الوقت. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذي كيف الحال؟ كل عام وأنت بخير.
وأنتم بألف خير أخي أستاذ أيمن. أهلا وسهلا. دعني أسألك سؤال سهل ممتنع، يعني لا تدرك إجابته إلا بالتجارب. ما الفرق بين عيد الأضحى في الزمن القديم وعيد الأضحى اليوم بعدما أصبح عبد القادر أحمديا؟ كيف تغير إدراك، كيف يتغير إدراك الأحمدي؟ طبعا أنا أسأل أستاذ عبد القادر كأحمدي، كيف يتغير إدراك الإنسان الأحمدي عندما يفهم حقيقة هذا العيد لينتقل من عيد، تعرف اليوم للأسف عموم الناس يقولون عيد اللحمة، عيد اللحوم، ف يعني هذا أسف شديد أن يصل الأمر حتى لو كان عند العامة أن يصبح إدراك العيد هو بهذا الحجم، وهناك بون شاسع بين هذا الإدراك وبين حقيقة ما تفضل به أستاذ شمس الدين. تفضل. نعم، جزاك الله خيرا. بداية أزف أحر التهاني لحضرة أمير المؤمنين أيضا الله بنصره العزيز بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وإلى الأخوة الأحمديين في جميع أنحاء العالم، وإلى الأخوة المسلمين في جميع أنحاء العالم. إجابة على سؤالك أخي أيمن، وبداية أريد أن أذكر ما علمنا إياه حضرة المسيح الموعود عليه السلام عندما ذكر بأن العبادة لها معنيان، معنى ظاهري ومعنى باطني. والمعنى الظاهري هي تلك يعني الشعائر وتلك الحركات وتلك الأعمال التي نقوم بها ظاهريا، وهي تتعلق بالحركات المادية. أما الأثر الباطني والهام وهو الغاية من وراء هذه العبادات بشكل عام، هي تلك التزكية وتلك الطهارة القلبية التي سوف تتركها هذه العبادات، يعني هذه الغاية المرجوة من هذه العبادات التي شرعها الإسلام، أن تزكي وتطهر الإنسان حتى يكون جاهزا على أن يستقبل الأنوار الإلهية، حتى أولا يتخلص من كل الأمراض الروحانية والنجاسات يعني المادية. كما أن الفلاح عندما يعد الأرض لتكون جاهزة للزراعة فإنه يزيل الأعشاب السامة والضارة، فهكذا هي الغاية المبتغاة من هذه العبادات كما بيّن حضرة المسيح الموعود عليه السلام، وهي أن تجعل الإنسان كله لله، جوارحه وقواه وإمكانياته كلها لله عز وجل، وأن يكون الإنسان مستسلما لله عز وجل، وليس المسألة بمجرد أعمال وحركات ظاهرية فقط، وإنما هذه الفلسفة والمغزى الحقيقي من هذه الأعمال ومن هذه العبادات. وهذا الحال ينطبق أيضا على العيد بشكل عام، عيد الأضحى وعيد الفطر و الصلاة والشعائر التي نقوم بها من يعني تضحية بذبح الخراف وإلى آخره، إنما هي كلها أفعال كما قلت ظاهرية، يجب أن تترك ذلك الأثر الروحاني على النفس، وهذا هو الذي أريد أن أقوله لك أخي أيمن، هذا هو الفرق الذي أشعر به الآن عندما أنا دخلت في الجماعة الإسلامية الأحمدية، أن الأمر ليس مجرد فقط يعني ذبح الأضاحي والفرح والاحتفال بهذه الأعياد والرفاهية والسياحة وكل هذه الأمور، وإنما المغزى الحقيقي من هذا العيد هو أن يتحقق هذا الصفاء الروحاني وهذا النقاء القلبي، وبالتالي هذا سينعكس على سلوك الإنسان. فلا يعقل أن أقول أنا عدت إلى الله عز وجل كما بيّن أخي شمس، عدت إلى الله عز وجل وأنا لا أستطيع أن يعني أهزم ثوائر نفسي وشرور نفسي، لا أستطيع أن أذبح النفس الأمارة، لا أستطيع أن يعني أن أنتصر في المعركة
في المعركة مع نفسي، مع الضعف الموجود في داخلي. إذا لم يحدث هذا العيد، إذا لم تحدث هذه التضحية بالخراف، ففي تضحية في ثوائر النفس وفي شرورها وفي مواطن ضعفها، فلا قيمة لهذا العيد ولا معنى، وإنما يبقى أمر شكلي لا معنى له. وهذه القضية الأساسية التي جاء وبيّنها حضرة المسيح الموعود عليه السلام، أن هذا هو الفرق، هذا هو الفرق الذي يعني تحدثه أو أحدثته الأحمدية في حياة الأحمدي، عندما يكون يعني صادقا ومخلصا يلاحظ هذه الثمار. كم من أمور وعادات وعلاقات ربما يعني قطعها مع الآخرين، كم من مواقف كان هو يصر عليها، إنما أصبحت الآن نفسه ضعيفة، إنما أصبح أقصد يقود نفسه ويلجمها بلجام عقله وبلجام نور القلب الذي نور من خلال هذه العلاقة الروحانية التي يعني فعلا تشتعل في داخل الإنسان عندما يفهم المغزى الحقيقي من هذا العيد، وهو ذبح النفس الأمارة. كم من أمور نحن بكل سهولة نستطيع أن نذبح الخراف، حتى الفقراء يستطيعون أن يذبحوا الفقراء الخراف، ولكن هل نستطيع مثلا أن نعيد ذلك الصد، نرأب ذلك الصد بين في علاقتنا مثلا مع أقاربنا، مع جيراننا؟ هل نستطيع أن نتنازل ولو قليلا عن حقوقنا حتى نتجنب كثير من النزاعات والشجارات التي الآن تؤدي لأتفه الأسباب إلى قتل نفوس بريئة، إلى قتل نفوس بريئة، وكم والدماء تسيل حتى في شهر الحربات، في شهر رمضان، حتى في العيد نرى كيف أن الشجار والاقتتال والعنف والمضاد والمستشري في بلادنا العربية والإسلامية التي فقدت الأمن وفقدت الطمأنينة عندما تحولت العبادات لمجرد طقوس خارجية ليس لها تأثير. نصلي العيد جماعة ونضحي بالخراف ولا نستطيع أن نهزم أنفسنا بقضية بسيطة، لا نستطيع أن نتنازل عن حتى القليل من حقنا، كما علمنا رمضان أننا نمتنع في رمضان عن يعني فعل الحلال. نعم. نتدرب على ذلك، ولكن لا نستطيع أن نترجم ونمارس هذا الأمر. حقيقة أن الأحمدية تقدم ذلك الإسلام الحقيقي من نبعه الصافي، التي تجعل من المسلم الأحمدي يشعر بهذا الفرق الكبير عندما يقارن نفسه بنفسه. أستاذ عبد القادر، حدثني عن أجواء العيد عندكم البارحة في فلسطين. طبعا كان العيد البارحة، وحدثني عن أجواء العيد في مركز الجماعة في دار الأمن في فلسطين. نعم أخي أيمن، الحمد لله هنا الإخوة الأحمديون توافدوا من مناطق مختلفة، خاصة من المنطقة الشمالية، من المحافظات الشمالية للوطن، جاءوا إلى دار الأمن، جاءوا وهم يعني متلهفون لهذا اللقاء، لهذه الصلاة. يعني كانوا تجد في وجوههم ترتسم علامات السرور، الألفة، المحبة، تتعانق الأجساد ولكن في الحقيقة تتعانق القلوب. هذه هي الغاية المبتغاة من هذه العبادة، عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجتمع الناس ويصطفوا صغارا وكبارا، رجالا ونساء في مكان واحد، هذه الغاية، حتى يتواصلوا مع بعضهم بعض، كأن هنالك السلك يصل بين هؤلاء الناس، وتسري في هذا السلك ذلك التيار الروحاني الذي يؤلف بين القلوب، فتشعر هنا فيحدث في نفوس هؤلاء الذين جاءوا
الاحتفال والصلاة في هذا العيد تشعر في نفوسهم السعادة واللذة. لذلك هم عندما جاءوا في عيد الفطر وعبروا عن هذه السعادة وعن هذه الحالة الأخوية والروحانية، كانوا ينتظرون عيد الأضحى بلهفة. هذه هي الغاية من الدين، هذه يريد الدين منا، أو هذه العبادات أن تجعل الإنسان أن يسكن الجنة الأولى قبل أن يسكن الجنة الآخرة. جزاكم الله أحسن جزاء أستاذ عبد القادر، بارك الله لكم، كل عام أنتم بخير. أستاذ شمس، يعني عيد القرابين كما سماه حضرة أمير المؤمنين اليوم، بأنه في ذكرى ذلك القربان الذي قدمه أب وابنه، وتضحية عظيمة استعدا للقيام بها، وكيف أن الله تبارك وتعالى تقبل هذه الهدية وتقبل هذا القربان. حدثنا عن التضحية، أهمية التضحية ليس فقط بأن يذبح الإنسان هواه وأن يذبح شهواته في غير مكانها، وأن يذبح أطماعه وتوجهاته المؤذية وكل يعني كل ثورات النفس التي تؤذيه وتؤذي الآخرين وتبعد عن الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا أن يضحي بالمعنى الإيجابي، يعني أن يضحي في العطاء، أن يضحي من وقته، من جهده، من ماله، ليزدهر الإسلام، يزدهر الحق، تزدهر الإنسانية. اليوم تحدث أمير المؤمنين في خطبة الجمعة هذا الموضوع. أولا ضرب مثالا لسيدنا إبراهيم عليه السلام وهاجر رضي الله عنها وسيدنا إسماعيل عليه السلام، وذكر على نموذج الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الشخصيات البارزة الذين كانوا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. وقال أن إنسان المؤمن، أنا أولا كما ذكرت قبل قليل ذكر وضع عامة المسلمين وأعمالهم ضد جماعة المؤمنين، مقابل ذلك على جماعة المؤمنين أن يتأصوا ويتبعوا أسوة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. انظروا الله، سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فهنا أول نقطة، يعني هناك لماذا سيدنا إبراهيم عليه السلام أخذ ذريته وتركهم بواد غير ذي زرع ويعلم أنه لا يوجد طعام هناك ولا شراب ولا أي إمكانية للبقاء لذريته في هذه الأرض، ولكن كان شيء واحد وهو عند بيتك المحرم، بيت الله سبحانه وتعالى كان موجود. فهذا الشيء يعني فهذا الذي أساس، يعني البيت الذي يجمعنا، البيت الذي نقوم فيه ونعبد ربنا، وباقي الأمور كلها سوف تأتي بركة لإحياء لإعمار هذا البيت. وماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالرزق وتأليف القلوب وكل هذا يتحقق من بناء نتيجة لهذه التضحية. إذن التضحية الأولى، أول نرى أين يمكن أن يجد ذريتنا الله سبحانه وتعالى، كيف يلتقون بالله سبحانه وتعالى. فهذا أول أساس في تربية عندما أقول. ثم قال انظروا سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليه السلام وكما أيضا هاجر رضي الله عنها، يعني بسبب كل هذه المصائب والمشقات تحملوا لأجل الله سبحانه وتعالى، وكانوا مستعدين أن يقبلوا جميع الذلة لأجل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن نتيجة لذلك الله سبحانه وتعالى لم يتركهم هكذا. نعم. سيدنا إبراهيم عليه السلام ذكر مثال أيضا، أدخل في النار ولكن أخرج سلاما سالما، يعني وهكذا كل من عنده يكون هذا المستوى للتضحية، هذا المستوى للعبادات، هذا المستوى للتقوى، مهما كانت المصائب ممكن اليوم وغدا، أليس الصبح بقريب، الصبح يأتي ويخرج من هذه المصائب. نعم. المشقات كما خرج إبراهيم عليه السلام. جزاكم الله أحسن جزاء. نأخذ هاتف ونعم. طيب أوكي أوكي. معنا الأستاذ مروان من العراق، السلام عليكم. مروان من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم سيد مروان.
طيب مولانا. نعم نفرق. ثم الموضوع كما تفضلت تضحيات لها أنواع. نحن عندنا في الجماعة هناك مجالس فرعية في الجماعة، خدام الأحمدية، أنصار الله، لجنة مايلة، أطفال الأحمدية والناصرات الأحمدية، ولكل مجلس هناك أحد من حضرة المصلح ماض رضي الله عنه. نعم. هذا الأحد عندما واحد يتعهد يقول أنا مستعد أن أضحي بحياتي مالي وقتي وعزتي لأجل الله سبحانه وتعالى، لخدمة هذه الجماعة، لرفع أو لبقاء هذه الخلافة الحقة في الأرض. يعني بمعنى أن التضحيات ممكن نفسا، يعني واحد يقدم نفسه لله سبحانه وتعالى. هذا موجود اليوم في الجماعة، يوقفون حياته، ذكر أمير المؤمنين بالتفصيل هذا الموضوع. نعم. وقف الأولاد، نظر الأولاد وكذا، هذا ليس جديد، هذا ما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام، نظر ابنه في سبيل الله، وأم مريم إذا استعد لذبحه في سبيل الله. نعم. إذن هو مستعد لكل ما دون لكل شيء، إذا هو مستعد لابنه أن يذبح. نعم. انتهى الموضوع. إذا هو مستعد أن يعطي جسمه. نعم. وقته. نعم. قدراته العقلية. صح. قوته، كل شيء. أنا انظر، هو سيدنا إبراهيم كبير السن، لم يولد عنده أي ولد، هذا الولد البكر جاء ولا يعرف قد يأتي عنده ولد آخر، يعني هذا الوضع. يعني وهناك كم يكون هذا الطفل محبوبا لأبيه، هناك الله يأمر يذبح. أما النتيجة انظروا سيدنا إبراهيم، لأنه يعني رباه بهذا الأساس، لذلك وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. استشار. لم يقول يعني هل أذبحك، لا، فانظر ماذا ترى. انظروا الطفل أيضا تربى على هذا الأساس وقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأمير المؤمنين قال على الوالدين يجب أن يكونوا متصفين بصفات إبراهيم، وعلى الأولاد يجب أن يكونوا متصفين بالصفات إسماعيلية. فهكذا هذا تضحية النفس. ثم المال، الوقت نحن نعيش هنا، تضحيات المال لها أهمية كبيرة. كل الذي نسمع الأمور القتل والهرج الذي يكفي العالم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المال، حب المال وجمع المال كما ذكر في سورة الهمزة الله. نعم. سبحانه وتذكر هذا الموضوع. ف المطلوب من المؤمن أن يضحوا من أموالهم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم الوقت، الكثير في الجماعة هم لم يوقفوا حياتهم كلهم، يكونون عندهم وظائف، بعضهم أطباء، ولكن يرجعون من المستشفيات يذهبون عند الجماعة ويعطون الأوقات ساعتين ثلاثة يخدمون. كثير من الشباب يعملون في المحطة الفضائية، شغل طويل هذا، ساعات يتطلب كل يوم، ولكن بعد دراستهم من المدارس الكليات يذهبون ينضمون ويتطوعون. فهكذا الأحمديون سواء أيا كانت وظيفته، واليوم يضحي من وقته أيضا بدون مقابل متطوعا. فهذا الشيء الوحيد موجود في جماعتنا اليوم. وعندما يتطوع وهو لا يشعر بأن هذه قضية، أن هذا يعني متى أنتهي من هذه المشكلة، لا، وصعب أن يخرج ويستمتع من داخله. هذا من بركة فهم هذه حقيقة هذه التضحية. نعم. إذا التضحيات أنواع للتضحيات. نعم. في سبيل الله. جزاكم الله أحسن جزاء مولانا الكريم. نعم. بارك الله لكم. وحتى لا يكون كلامنا حبر على ورق، الآن في هذه اللحظة خلف الكاميرات هناك مصور مصوران، هما في المرحلة الأساسية في المدرسة الإعدادية، وهما متطوعان. أيضا في غرفة الكنترول الآن الذين يتحكمون بالصوت والصورة التي من خلالها تروننا مشاهدين الأكارم هم كلهم متطوعون، وفي أغلبهم في سن المدرسة وما بعد المدرسة في قليل يعني. فبارك الله لهم ولكل من يبذل من وقته وجهده لخدمة بني الإنسان ولنصرة القضايا العادلة ولنصرة الحق والعدل ولنصرة هذا الدين العظيم. مشاهدين الأكارم، دعونا نخرج لمشاهدة الفاصل الأول الذي جمعنا فيه مجموعة من المعايدات، الفيديوهات التي وصلتنا منكم والتي أفرحت وأسعدت قلوبنا. دعونا نشاهد معا. ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أحب أن أقول لحضرة مولانا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز والأمة الإسلامية كافة، كل عام وأنتم بخير. من إبراهيم رائد. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسرنا ويسعدنا أن نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها أفراح، وأن يعيدها علينا وعليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم في أحسن حال، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. أنا أحمد من فلسطين، كل عام وأنت بخير يا أمير المؤمنين. أحب أن أهنئ أمير المؤمنين والجماعة الإسلامية الأحمدية في عيد أضحى المبارك، وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. عيد مبارك. عيد مبارك سيدنا الخليفة، نحب الخليفة تيرتير، ودعني خليفة. كل عام بأنتم بخير. عيد مبارك. السلام عليكم. كل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك. كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك. كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيد أضحى مبارك. كل عام وأنتم بخير. أهني وبارك سيدنا المؤمنين بهذا العيد الأضحى المبارك. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. عيد مبارك. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير يا أمير المؤمنين. كل عام وانتم بخير يا أخواني الأحمدية. عيدكم مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عادل خليفة من المغرب. مولاي أمير المؤمنين حضرة الخليفة الخامس للإمام المهدي والمسيح الموعود، عيد مبارك سعيد وعمر مديد، وكل عام وأنتم بألف خير. كما أهنئ وأبارك للقائمين على هذا البرنامج الرائع وجنود الخفاء، وكما أبارك لعلماء وأساتذة الأحمديين الأطهار الذين كان لهم فضل كبير في إخراجنا من ظلمات خرافات إلى نور الإسلام الحقيقي الأصيل، وكل عام وأفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية بألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا زيد خليفي من المغرب. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم إليك مولانا أمير المؤمنين بأصدق التهاني والتبريكات، سائلا الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم أنتم فيما أتمناه لكم من جيد الصحة وطول العمر، وكل عام أنتم والأحمديين بألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة أخليفي من المغرب. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم إلى حضرة أمير المؤمنين الخليفة الخامس للإمام المهدي والمسيح الموعود بأطيب التهاني وأجمل الأماني وأفضل التبريكات، سائلة الله تعالى أن يحفظه ويرعاه، وأقول له كل عام وأنتم بخير. كما أبارك وأهنئ لعلمائنا الأجلاء وجنود خفاء وطاقم البرنامج هذا العيد المبارك، ولكل الأحمديين والأحمديات أينما كانوا، وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك لكل الأحباب الذين أرسلوا لنا هذه الفيديوهات. طبعا هناك فاصل آخر أيضا للمعايدات سوف نشاهده بعد قليل، فابقوا معنا. أيضا أشجع السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات على أن يرسلوا الاسم ورقم الهاتف حتى نعاود الاتصال بهم. إن شاء الله ستكون الاتصالات يعني جيدة إن شاء الله فيما هو قادم من البرنامج. حتى الإخوة الذين لم نستطع التواصل معهم سنعيد الاتصال بهم إن شاء الله. أرحب معي هنا بالاستوديو بالأستاذ عماد الدين المصري الداعية الكريم. كل عام أنتم بخير وأهلا وسهلا. وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك. الله يبارك فيك. يعني نحن نحاول أن نلتمس الطريق من خطبة حضرة أمير المؤمنين أيضا الله تعالى بنصره العزيز في هذا العيد المبارك الطيب، حيث ألقى خطبة العيد وتحدث حول مجموعة من المحاور المهمة وأرسل رسائل يعني كبيرة وعميقة، ولابد يعني أن نستقرئها. تحدث حضرة أمير المؤمنين بشكل يعني خاص عن الوقف، وقف الحياة. تحدثنا مع قبل قليل مع الأستاذ شمس الدين عن التضحية، والتي يعني ذهب بها إلى الآخر
سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعني وصل إلى نهايتها بأن يضحي بابنه البكر العزيز عليه، وابنه استعد لأن يمتثل ويسلم رقبته لهذه التضحية. الله تبارك وتعالى قبل هذه التضحية، قبل هذه الهدية، وأصبح هذا الموقف يعني منارة يهتدى بها لكل من يريد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. هذه من أهم الطرق، طرق التضحية، أن يكون الإنسان مستعدا للتضحية بآماله، بإراداته، بآرائه، بمواقفه، بعزة نفسه إن تطلب الأمر، وكان في ذلك خير. من أشكال هذه التضحية في زمننا الحاضر والذي تمارسه الجماعة الإسلامية الأحمدية بشكل كبير وواسع على مستوى العالم هو وقف الحياة. حدثنا عن ذلك من فضلك. نعم أستاذ أيمن، أولا أود أن أهنئك وأهنئ المشاهدين، وأيضا على رأس القائمة طبعا سيدنا أمير المؤمنين أيده الله بنصر العزيز بهذا العيد، عيد الأضحى المبارك. وأما بالنسبة للوقف، وفي الحقيقة هي كلمة الوقف قد تكون جديدة على بعض المشاهدين وعلى بعض الناس، فنشرح هذه الكلمة. الوقف كما هو متعارف عليه في العالم الإسلامي وفي الدول الإسلامية هو يضمن المباني، الأراضي، الكذا، ولكن وقف الحياة أيضا هو من نفس القسم تقريبا، وهو التبرع بالحياة والتطوع بها لخدمة الله عز وجل ولخدمة الإسلام. هذه هي باختصار ما هو الوقف. التبرع بالحياة حيا طبعا، وأنت حي وتقوم بترك كل الأمور الدنيوية لله عز وجل، يعني في سبيل الله عز وجل. طبعا هناك ضروريات الحياة، هناك هذه الأمور الضرورية. طبعا الله عز وجل لا يقول لنا أن نترك الدنيا تماما، وإنما هو خلقنا لنتكاثر أيضا ولنعمر هذا العالم، وهذا أيضا يكون موجودا في حياة الوقف. ولكن الآن نعود إلى الموضوع أو إلى صلب الموضوع. في الحقيقة الوقف له علاقة وثيقة جدا وعلاقة متينة جدا بتضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام التي نحتفل فيها كل سنة، وحتى ليس في كل سنة فقط، بل نحن دائما نتذكر هذه التضحية العظيمة. ومن ورائها يوجد دروس كثيرة، منها الدرس الوقف. الله عز وجل يقول عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. يعني على كل شخص منا أن يقوم باتباع هذه الأسوة الحسنة لسيدنا إبراهيم عليه السلام في إيفائه بوعده لله عز وجل، وفي وفائه، في صدقه وإخلاصه لله عز وجل، الذي يتبين حقيقته من الواقعة، القصة العظيمة التي حدثت معه عندما رأى في المنام مرارا وتكرارا أنه يذبح ابنه، وكان يعرف أنه لا يمكن أن الله عز وجل أن يطلب منه مثل هذا الطلب، ولكن بعد كثرة الأحلام وكثرة الرؤى وكثرة الرسائل من الله عز وجل، رأى أن ينفذ ويرى ماذا يقول الله عز وجل بالنسبة لهذا الأمر. فأراه الله عز وجل أنه قد صدق الرؤيا من قبل، وأنه ذبح ابنه من خلال تركه له في الصحراء القاحلة في واد غير ذي زرع. هذه هي حقيقة الوقف، عندما أنت ترمي نفسك ولا تهتم إلى أين تتجه حياتك، أنت ترمي نفسك في واد غير ذي زرع، وتعتبر نفسك كأنك إبراهيم عليه السلام الذي ضحى بابنه إسماعيل، ونفسك هي إسماعيل، فأنت تتركها في الصحراء القاحلة في واد غير ذي زرع. الأناس الآخرون يطاردون وراء التجارة، وراء الأموال، وراء الأرباح، وأنت كل همك يكون في خدمة الإسلام، في إعلاء كلمة الله عز وجل. هذه هي حقيقة الوقف، وهذه هي العلاقة الوثيقة والمتينة التي تربط بين الوقف الموجود في جماعتنا وبين قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام المفعمة بالتضحية والإخلاص والوفاء لله عز وجل. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. معنا الأستاذ جمال غزول من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله الأستاذ أيمن والأستاذ كذلك الداعية. نعم، بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. بارك الله فيك، عيد مبارك لكم أيضا في المغرب الحبيب. إن شاء الله أستاذي، حدثنا أولا عن أجواء العيد عندكم.
طيب العيد في المملكة المغربية لا يختلف في عمومه من حيث العادة والتقليد عما يجري في العالم العربي والعالم الإسلامي عموما. فهذا يعني من حيث الاشتراك في العيد الظاهري، عيد القربان والأضاحي والقرابين. لكن بالنسبة للمسلم الأحمدي فالأمر يختلف، يعني من حيث جوهر هذا القربان وفلسفة الأضحية، وهذا الذي يعني جاء به المسيح الموعود عليه السلام من الله تبارك وتعالى حتى يعيد للإسلام حقيقته وجوهره، ويعيد لشريعة الإسلام روحانيتها التي افتقدت في هذا العصر الذي جردت فيه العبادات من مقاصدها، وعاد الإسلام يعني رسما دون لب، وصارت العبادة ككل يعني كطقوس جفاء لا تغير من حال الأمة الإسلامية يعني الروحاني والأخلاقي شيئا للأسف الشديد. الحقيقة أن نحن كمسلمين أحمديين لا شك أننا نحيي يوم العيد كما هو معلن عنه رسميا في بلادنا بصلاة عيد الأضحى وتبادل التهاني مع الإخوة الأحمديين، وبعد ذلك نقوم بصلة الرحم مع أهل القربى ويعني ذوي الرحم بهذه المناسبة، وثم يعني نقوم بأداء قرباننا هذا قربة إلى الله تبارك وتعالى مستحضرين هذه الفلسفة الإلهية المتضمنة للذبيحة أو للنسك. وطبيعة الحال حينما نقدم هذه القرابين فنقدمها على مراد الله تبارك وتعالى، بمعنى مستحضرين ما بينه المسيح الموعود عليه وعلى رسوله الصلاة والسلام في الخطبة الإلهانية التي بين فيها عليه السلام حقيقة النسك والضحايا في الإسلام على النحو الذي يجب أن يأخذ بها كل مضحٍ وكل معظم لهذه الشريعة، يعني كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكما قال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالحمد لله من الله تبارك وتعالى علينا بقبول هذه الدعوة المباركة لحضرة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، وعاد لنا الشق الثاني لرسم الشريعة، بمعنى أعاد لشعائر الإسلام جوهرها المفقود الذي بعد عنه المسلمون في زمننا هذا، والحمد لله رب العالمين. نعم، جزاكم الله أحسن جزاء. من تونس الأستاذ عبد القادر، السلام عليكم. السلام عليكم. إن شاء الله عيد مبارك على مولانا أمير المؤمنين. أمين. وعلى عليكم وعلى جميع الأخوة الأحمديين. أمين أمين، جزاكم الله أحسن جزاء، كل عام أنتم بخير برشا. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. تفضل. الحقيقة في كل سنة نحيي هذا اليوم المبارك وهذا التقرب من ربي سبحانه وتعالى. الحقيقة هي التضحية تكون بالنفس بالغالي والنفيس وذبح النفس الأمارة. يعني لابد. نعم تفضل معك. نمشي على منهاج الأنبياء، منهاج سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومنهاج سيدنا إسماعيل، ومنهاج الرسول حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومبعوث العصر والزمان عليه وعلى حبيبنا محمد ألف الصلاة والسلام. اللهم انصر جماعتنا. أمين. اللهم انصر إمامنا. اللهم أيده بروح القدس وبارك لنا في عمره وفي أمره. أمين أمين.
وبارك الله فيكم. جزاكم الله شكرا. شكرا وجزاكم أفضل الجزاء. وهذه تحية ومعايدة طيبة موصولة لكافة الأهل والأحباب في تونس الخضراء من أبناء هذه الأمة الحقيقة لكل أهل تونس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تظل دائما خضراء ومزدهرة وعامرة بالطيب. أستاذ عماد الدين، تحدث حضرة أمير المؤمنين في الخطبة وأشار إلى علاقة التربية، تربية الأولاد بهذه المناسبة. نعم. هذا موضوع مهم الحقيقة. موضوع التربية واحد من المعضلات التي واجهها الناس على اختلاف أديانهم ومللهم وثقافاتهم في هذا العصر، خصوصا مع هذا الانفتاح العالمي، ويهيمون على وجوههم، كل يتخذ طريقة وأسلوبا، وفي الغالب يكتشف بعد فوات الأوان أن طريقته يعني لم تجدي وأسلوبه لم يجدي. ما هو السر، ما هو الرابط بين تربية الأولاد الحقيقية المجدية المثمرة وبين هذه المناسبة التي نحيها اليوم؟ نعم، في الحقيقة المناسبة اليوم هي بالاحتفال بتضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام وتضحية ابنه أيضا. نحن دائما نذكر تضحية إبراهيم عليه السلام وضمنا مذكورة تضحية سيدنا إسماعيل عليه السلام عندما أجاب الجواب العظيم: يا أبت افعل ما تؤمر. فالآن نحن علينا أن ننظر إلى هذا الجواب العظيم، جواب سيدنا إسماعيل عليه السلام. هذا الجواب ينم عن تربية عظيمة قام بها سيدنا إبراهيم عليه السلام أيضا. وفي الحقيقة تحدث سيدنا الخليفة أيده الله بنصر العزيز في خطبته عن تربية الأولاد من الوقف نو. والوقف نو هو مشروع عظيم أطلقه سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله من خلال نذر أو التبرع بحياة الأبناء والتطوع بها قبل أن يولدوا حتى لخدمة الإسلام. هذا لا يعني أننا نجبر الأبناء، ولكن معناه أننا ننشئ هذا الجيل الذي نتبرع به أو نتطوع به لخدمة الإسلام، ونهيئه حتى عندما يكبر إذا وافق على الاستمرار في الوقف فهو يستمر به، وإذا لم يوافق فهو لا يستمر. الآن التربية ودورها، سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ربى ابنه هذه التربية العظيمة، عندما جاء وقت الامتحان الذي يكرم فيه المرء أو يهان، أكرم سيدنا إسماعيل عليه السلام عندما أجاب هذه الإجابة العظيمة. الآن على كل والد ووالدة أن ينظروا إلى مستوى التربية الذي يسعون لتحصيله مع أبنائهم. هل هم يربون إسماعيل؟ هل هم يربون طفلا مثل إسماعيل؟ هل هم سيصلون في يوم من الأيام ويسألون ابنهم سؤالا عن تضحيته أو عن شيء يضحي به لله عز وجل فيضحي به؟ هنا السؤال الذي يجب على كل والد ووالدة أن يسأل أنفسهم عنه. وأيضا الأمر الآخر هو أن الشيء الذي قبل التربية أصلا هو النموذج والأسوة الحسنة الذي يضربها التي يضربه يضربها الوالدان أمام ابنهما أو أمام بنتهما. إذا كان الوالد والوالدة ملتزمين بالتعليمات الإسلامية، بمحبة الله عز وجل، بالفروض، بالواجبات، بالسنن، فبالتأكيد ستكون تربيتهم تربية صالحة، وإن شاء الله يكون لديهم إسماعيل. نعم، جزاكم الله أحسن جزاء. الأستاذ عمر عبد الكافي من سلطنة عمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا عبد الرحمن. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، حياكم. أهلين أهلين أبو محمد، عيدك مبارك. عيد مبارك، بارك الله فيك وجعلكم من عواده إن شاء الله. تفضل، أهلا وسهلا. آمين. أريد أن أرفع أسماءات التهاني والتبريكات لمولانا أمير المؤمنين عيد الله بنصره العزيز وبروح القدس، وكذلك للمبلغين والدعاة والمبشرين والواقفين والواقفات وجميع قنوات التبشير. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عادى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. أريد فقط أن أضيف شيئا بخصوص خطبة العيد التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين عيده الله بخصوص المضطهدين والابتلاءات التي ابتلى بها جماعتنا المباركة في كل مكان. يعني سبحان الله، أنا أذكر نحن في المدرسة عندما طرحت علينا آية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
أنا قلت غريبة كيف هذه الآية موجودة في القرآن وما زالت يعني تخصنا نحن. والله لا يخطئ في كلامه، وظهرت الحقيقة عندما تعرضت على الأحمدية أن هذه النبوة سوف تتحقق في كل أحمدي وفي كل مؤمن حقيقي. لقد منعنا من الصلاة في بلادنا، ومنعنا من الاجتماع، ومنعنا من التبشير، وطردنا من مجالس قومنا ومن بيوتنا، وبالرغم من ذلك الحمد لله رب العالمين. نريد أن نظهر هذا الدين الحقيقي للجميع، ونريد أن نظهر أن هذا القرآن حي، وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي حي، وخادمه المرتضى عليه الصلاة والسلام هو الخادم الحقيقي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأحمدية هي الإسلام الحقيقي. بارك الله فيكم، ولا حرمنا منكم دائما وأبدا، ونصر بكم الإسلام. الله محفظ جماعة الحبيبة من كل أنواع الشرور، من كل شيطان رجيم، من كل عدو لئيم. اللهم فك سجنانا وأسرانا، وارحم شهدانا وموتانا، وتقبل تضحياتنا. اللهم ارفع عنا الظلم واكشف عنا العذاب. نعم. وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء. بارك الله فيك، بارك الله فيك، كل عام وأنتم بخير، وكتب الله فتح القلوب في نصيب أهل عمان إن شاء الله. بارك الله لكم. أستاذ جمال، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا رب. يعني أستاذي، عندما أخبر سيدنا إبراهيم زوجه بأنه سيتركها، أو حقيقة عندما تركها في واد غير ذي زرع، وكان سيدنا إبراهيم إنسان حساس مرهف الحس، وعندما سألت زوجه عن ما هو فاعل، فيعني أشار إليها بأن ذلك هو أمر الله تبارك وتعالى، فأجابت إذن لن يضيعنا الله. كيف لم يضيع الله تبارك وتعالى إسماعيل وأمه في ذلك الوادي غير ذي زرع اليوم، عندما ننظر إلى ذلك الزمان وإلى تلك القصة، وقد أصبحت تاريخا طويلا ممتدا ل4000 سنة؟ كيف أوفى الله تبارك وتعالى بوعده، وكيف لم يخيب ظن حسن ظن وأمل والدة إسماعيل عليه السلام؟ نعم أخي أيمن، بارك الله فيك. لا شك أن التضحية الإبراهيمية تفتق منها خير كثير، وامتد أثرها في ذريته، وأثمرت ما سماه القرآن الكريم بالذبح العظيم الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال الله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثمرة تلك التضحية الإبراهيمية التي أثمرت هذه الدوحة المحمدية العظيمة التي أشار الله عز وجل إليها في القرآن الكريم كحقيقة لهذه التضحية، لما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غاية تلك التضحية أو ثمرتها التي تفتقت في ذرية إسماعيل عليه السلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسيدا لهذه التضحية التي شاء الله تبارك وتعالى أن يجعلها أسوة للبشرية، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتضحية إبراهيم عليه السلام أخي الأستاذ أيمن ورد ذكرها في الكتب المقدسة، وردت في العهد القديم بأنه الوعد الإلهي بأنه سوف يثمر تضحية إبراهيم ويجعل ذريته كمثل رمال البحر، بمعنى أنه هذا كله يشير إلى ما ستؤول إليه هذه التضحية من نشر التوحيد، ويتفتق عنها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وكافة للناس، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والإسلام في حقيقته يحقق المعنى، معنى إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم ذكر حقيقة الإسلام بمعنى إسلام الوجه لله عز وجل، كما ذكرت في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وكذلك في قول الله على لسان إبراهيم قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دين الأنبياء في حقيقته، والإسلام جلى لنا وجوب أن نسير على خطى التضحية الإبراهيمية،
ونسير على نهجه ونكون على سبيل الوراثة أضلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحقق مفهوم التضحية ومفهوم التزكية والمفهوم الذي جاء به الإسلام عقيدة وشريعة. يعني الإسلام في جوهره يطالبنا بالتضحية، وممكن أن نقول بأن الإسلام هو دين التضحية، هو دين المجاهدة، هو دين الإيثار، هو دين خدمة الخلق. ولا يمكن أن تتحقق هذه الغايات دون أن يجاهد المرء هواه ويزكي نفسه ويرتقي بها من مقام النفس الأمارة إلى مقام النفس المطمئنة، وهذا ما ذكره المسيح الموعود عليه السلام حقيقة حينما ذكر في الخطبة الإلهامية هذه الحقيقة. وممكن أن أقرأ يعني جملة فقط ذكرها المسيح الموعود عليه السلام حينما قال، يقول عليه السلام: وقد أشير إلى هذا السر المكتوم في كلام ربنا القيوم، فقال وهو أصدق الصادقين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فانظر كيف فسر النسك بلفظ المحيا والممات وأشار به إلى حقيقة الأضحات. ففكروا فيه يا ذوي الحصاة ومن ضحى مع علم حقيقة ضحيته وصدق طويته وخلوص نيته، فقد ضحى بنفسه ومهجته وأبنائه وحفدته، وله أجر عظيم كأجر إبراهيم عند ربه الكريم. وإليه أشار سيدنا المصطفى ورسولنا المجتبى وإمام المتقين وخاتم النبيين، وقال وبعد الله أصدق الصادقين: إن الضحايا هي المطايا توصل إلى رب البرايا وتمحو الخطايا وتدفع البلايا. هذا ما بلغنا من خير البرية عليه صلوات الله والبركات السنية. إذا المسيح الموعود عليه السلام كما قلت يعني في مداخلة الأولى أعادنا إلى حقيقة، يعني أعادنا إلى حقيقة الأضحى، أعادنا إلى سبيل التضحية والتزكية على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أن الآن لم يعد لدى الأسف الشديد لدى كثير من المسلمين سوى رسم الأضاحي والتعييد والأكل من أطايب اللحم ولبس الجديد، وهذا لا يحقق حقيقة ذلك التغيير المطلوب. التغيير المطلوب أو الثمرة المرجوة من فلسفة الأضحية وهو أن نرتقي لنصل إلى مقام التضحية الإبراهيمية حتى يكون كل مسلمين حقيقة إبراهيم، أو يكون على حقيقته حقيقة نموذجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلام وجهه لله تبارك وتعالى. الجماعة الإسلامية الأحمدية تسير على درب هذه التضحية، تسير على حقيقة جوهر هذه النسيكة، إذ تقدم مختلف التضحيات التي ينظر وجودها في أي جماعة أخرى. فإن كان على سبيل التضحية بالنفس فهي تقوم بها، التضحية بالمال في سبيل الدين فهي تقوم بها، إن كان التضحية بالوقت والتضحية بالذرية والنسل فهي تقوم بها. ولدينا مشروع الوقف الجديد الذي هو مشروع عظيم جدا في يعني التضحية بالذرية في خدمة الدين من أجل إعلاء كلمة الإسلام وإعلاء شأن يعني هذا الدين العظيم. جزاكم الله أحسن جزاء الله سبحانه وتعالى. جمال جزاكم الله أحسن الجزاء أستاذ عماد. في عجالة حدثنا عن ذكرت لي أن هناك الوقف الجديد وهناك وقف نو وهما مختلفان، حدثني عنهم عنهما بعجالة. نعم، الوقف الجديد هو مشروع للإنفاق على تربية أبناء الجماعة، على المساجد، على المبشرين المحليين، يعني يوجد مبشرين يرسلون إلى الخارج ويوجد مبشرين يبقون في ديارهم وبلادهم. أما الوقف نو وهذا اصطلاح يعني من الفارسية، وقف نو هو أيضا معناه الوقف الجديد، ولكن يختلف أن وقف نو هو وقف الذرية والأبناء. وأيضا يجب الإشارة إلى معاناة الأحمديين في هذه الأيام، يعني الخليفة يده الله بن عزيز تحدث في خطبته عن هذا الأمر، ويجدر بنا أن نتذكره ونطلب الدعاء من المشاهدين وندعو نحن أنفسنا أيضا. يعني هذا اليوم، تصور اليوم الناس فرحين بهذا العيد وبالأمس،
ويضحون بهذه الأضحيات تقربا إلى الله عز وجل، ولكن المشكلة هناك إخواننا في باكستان، يعني في منهم من اعتقل بالأمس وأظن أن اليوم أيضا هم يعانون من بعض الأذى، وخربت قبور موتاهم أيضا، يعني اعتقلوا فقط لأنهم يضحون. اتصور بين أسوار بيتهم يضحون، يقومون بهذه النسيكة العظيمة، اعتقلوا لماذا؟ لأنهم يمارسون الشعائر الإسلامية، وليس من حقهم أن يقولوا أنهم مسلمون. على كل حال، سيدنا الخليفة أيد الله مصعب عزيز ذكر المسلمين الأحمديين، وهذا أيضا للمسلمين الأحمديين في البلاد العربية الذين يعانون من اضطهاد أو من أي نوع من سلب للحريات، نبههم وذكرهم أن الله عز وجل الذي لم يترك سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ضحى ووفى بمعيار تضحيته قبل 4000 سنة، فهو لن يتركهم اليوم أيضا وهم يضحون ويصدقون في معيار تضحيتهم. وأيضا وجه تنبيها وتحذيرا للأعداء الذين يمارسون هذا الاضطهاد بأن الله عز وجل قد يحرك قدره يوما ما، والله الذي ترككم لبعض الوقت لا يترككم دائما، بل هو يمهل ولكنه هو لا يهمل، يسكت لمهلة لوهلة لحكمة ما عنده، وهو الحكيم وهو يعلم متى ينزل عقابه، ولكن هذا تحذير، وواجبنا الديني والأخلاقي أن نحذركم بأن الله عز وجل قد يأتي غضبه على حين غفلة و تصبحوا على ما فعلتم نادمين. جزاكم الله أحسن الجزاء. الأخت عايدة من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا، كل عام بخير، كل سنة وانت طيبة. وانت بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا، تفضلي. أحب أن أبلغ لحظة الخير العيد الأكبر لمولانا أمير المؤمنين أيده الله بنصره العظيم، وأبلغ تحية معي في مصر وأبنائي في السودان لمولانا أمير المؤمنين الذي ما زال دعواه معنا. وأنا في شفاء مصر جئت لعملية جراحية والحمد لله الدعاء شفاكم الله وعافاكم. أبلغ التهاني لكل أحمدية في كل بقاع العالم. بارك الله فيك، تفضلي. الله يبارك. نعم نسمعك، تفضلي. أهلا وسهلا فيك من السودان، هذا البلد الطيب وأهله طيبون. أيوة، وأبلغ أمير المؤمنين أن يدعو للسودان وأهل السودان أن تطلقهم دعوة الأحمدية بالصورة الصحيحة إن شاء الله. آمين آمين آمين. وأن يلم الفرق والشتات والفتن التي في السودان كثيرة بسبب الأحزاب والتفرق الكثيرة. إن شاء الله كل الأحمدية الدعاء لأهل السودان، وأدعو لأخوتنا الأحمدية المضطهدين في كل بقاع العالم أن ينصرهم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت بخير، وأهل مصر وأهل السودان بألف خير، وإن شاء الله الصبح قريب إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الأكارم، وصلتنا هدية ندية بصوت شجي وكلمات رائعة، دعونا نستمع سوية لهذه الهدية ثم نعود، ابقوا معنا. أعلن عن الله المبين جلالا، الوحي جاء يمزق الأغلالا، إن ابن مريم جاءنا من بيننا، وبه تلألأ ديننا مختالا، مسرور برنا بالأدلة دامغا، رأسا حشوها ظلمة وضلالا، الوحي زاد لانتظام أمورنا، أما الخلائق حكمة ونوالا،
هذا هو المسرور يخطب في الدنا في جلسة ملئت هدى وجمالا يدعو إلى الإسلام دينا قيما وإلى صلاة تقتل الإهمالا رب البنين على اليقين بأنهم في محضر الله العظيم تعالى رب البنات على العفاف طهارة كونوا لهم نورا وأصلحوا بالا وخذوا من القرآن حبلا واقرأوا ومن المحمد إسوة ومثالا رزق البراق من الفضاء محطة نقلت إلينا القول والأفعال بايعت ربي بيعة لا رجعة عنها ومهما كلفت أثقالا وبكيت كالباكين منهم نادما مستعظما من ذنبه مثقالا الله أكبر أستعين بحوله فيخفف الأحمال والأثقال مسرور أحمد يستفيض مبينا في العالمين مبشرا برسالا الوحي أمر دائم ومؤبد إن انقطاع الوحي كان محالا الوحي أمر طيب ومحرر الوحي باق من لدنه تعالى الوحي باق من لدنه تعالى الوحي باق من لدنه تعالى حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم مرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وفي مشارق الأرض ومغاربها حياكم الله وبارك فيكم وكتب السعادة والفلاح في نصيبكم جميعا ندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع كل ظلم وكل اضطهاد وكل شر في هذا العالم وأن ينصر الحق وينصر العدل وينصر المستضعفين وينصر المضطهدين والمظلومين مهما كانوا في هذا العالم الفسيح ندعو الله تبارك وتعالى أن ينير قلوب الحيارة ويعين الناس ليعرفوا درب الله تبارك وتعالى وليمشوا فيه قدما نحو الله تبارك وتعالى ويتقدموا في الأخلاق والروحانية وهذا سينعكس بشكل تلقائي على أمن وسلام وازدهار هذا العالم كل العالم كل الحضارات كل الشعوب كلما عرف هذا العالم ربه وخالقه أكثر وبوضوح أكبر كلما تحسنت نوعية الحياة شكلا ومضمونا على هذا الكوكب بشكل كامل حيث كما تعلمون جميعا نحن بتنا اليوم نحيا في عالم صغير منفتح على بعضه البعض أرحب بضيفي في الاستوديو الحاج راشد خطاب أهلا وسهلا ومرحبا كل عام بخير أهلا أهلا وسهلا فيك بداية أنا قلت الحاج راشد خطاب
فحضرتك حاج لبيت الله الحرام، فحدثنا أولا عن هذه التجربة التي كما أعلم وكما نسمع من الحجاج لا يزول طعمها ولا تزول لذتها أبدا. نعم، جزاكم الله أحسن جزاء. بداية اسمحوا لي أن أقدم أحر التهاني والتبركات لحضرة سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بحلول العيد الكبير، كما قاله حضرة المسيح الموعود صلى الله عليه وسلم بأن العيد هذا يأتي بعد عيد الفطر، فهذا العيد الكبير. وكذلك التهنئة لجميع أفراد جماعتنا المباركة شرقا وغربا شمالا وجنوبا أينما كانوا. فعلا الحج له يعني ماذا نقول، مشاعر خاصة تذكرنا بالأيام التي كان فيها حضرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تلك الأرض المباركة، وكل الأحداث التي جرت مع حضرة سيدنا إسماعيل عليه السلام وحضرة هاجر رضي الله عنها، واليقين التي قدمته المرأة المخلصة الصادقة حملت القلب الطاهر بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعهم، حتى أن تلك الأرض كانت قاحلة لا شيء فيها، إلا أن اليقين الذي بينته للناس كافة يعني منذ كما ذكرت من قليل منذ أكثر من 4000 سنة إلى اليوم يعلمونه ويدرسونه، لكن للأسف الشديد كثير من الناس إلى اليوم لا يعوا هذه التضحية، ولا يعوا هذا اليقين التي حملته هذه المؤمنة في قلبها. نعم، جزاكم الله أحسن جزاء. دعنا نأخذ اتصال ثم نعود إن شاء الله لنكمل. معنا أبو طلال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بخير، يا مرحبا، تفضل. تحياتنا لكم، تحياتنا لكل المستمعين ومشاهدين الأحبة، ومن حب نعيد عليكم، واللهم يا رب العالمين أجعل هذا العيد هيك بعيد بركات وخيرات لكل إخواننا المسلمين الأحمدية في كل بقاع الأرض، وإحنا نسأل الله عز وجل أن يمد أمير المؤمنين ويا رب العالمين هيك بطول العمر، وأن يأيده بنصر عزيز يا رب العالمين. وإحنا من مدينة غزة، من قطاع غزة، من حب نحيي كل إخوتنا الأحمدية وفي بقاع الأرض، وخاصة في أوروبا وفي كل بقاع العالم يعني سبحان الله الإسلامي. وإحنا نتشكر القائمين على القناة وعلى المقدمين عن حضرتكم يا أستاذ، ولأميرنا الأستاذ محمد شريف عودة، ولكل القائمين، ونتمنى من الله عز وجل ونسأل الله أن يطيل في أعماركم وأن يبارك لكم عملكم الطيب وأن يجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين يا رب آمين. العالمين آمين. عشت، بارك الله فيك، تفضل. تحياتنا للجميع، بارك الله فيك، كل عام وأنت بألف خير وأهل غزة بخير، ونسأل الله أيضا في هذه الفرصة، وندعو المشاهدين للدعاء لأهل غزة أيضا، هم في ضيق شديد وفي مشكلة متراكمة ومستمرة منذ سنوات طويلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن تفك يعني هذه الأزمة بفضل الله ورحمته. حاج راشد، يعني يقولون الأحمديين بحجر الهند، وحضرتك مثال حي لحاج فلسطيني حج بيت الله الحرام، واحد من يعني مواكب الحجاج التي خرجت من هذه القرية الطيبة التي نحن فيها الآن. وناهيك طبعا عن الحجاج الأحمديين حول العالم، يعني أنا في هذه الفترة في هذه الأيام الماضية رأيت صور كثير من الإخوة الأحمديين من دول شرق آسيا ومن دول القوقاز، من بلاد كثيرة يعني ذهبوا إلى الحج ووضعوا صورهم، تعرف وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأمور هكذا تنتشر بسهولة. فكيف كانت تجربتكم في الحج عندما رأيتم الكعبة المشرفة بيت الله الحرام لأول مرة، عندما صليتم أول ركعة هناك، عندما طفتم أول طواف، عندما وقفتم على جبل عرفة؟ حدثني، يعني لابد هناك علامات فارقة راسخة في قلب راشد خطاب، أطلعنا على بعضها من فضلك.
يعني فعلا وجهك تهلل، لابد أن هناك خراف وسواليف. تعيدني في إلى الوراء 18 سنة، وفعلا في ذلك اليوم الساعة 2:30 بعد منتصف الليل وصلنا إلى مكة المكرمة، وبعد أن وضعنا أمتعتنا في السكن خرجنا مع القافلة التي خرجت في تلك الرحلة من الكبابير 12 أخ وأخت لتأدية العمرة. دخلنا المسجد الحرام وكان شعور لا يوصف، شعور لا يوصف الكلام، يعني لا أستطيع أن أعبر. فكنت أبحث يعني بين الجدران وبين الأعمدة عن أريد أن أرى الكعبة، فكل وقت كان يدور في رأسي الدعاء الذي دعاه حضرة مولانا نور الدين القرشي رضي الله عنه عند رؤية الكعبة المشرفة لأول مرة. فكنا نتقدم يعني المجموعة كلها وأبحث أين الكعبة، لم أصدق بأنه يجب علي أن أجري مسافة حتى أن نحصل على هذا الخير العظيم رؤية الكعبة المشرفة. وحينما وقع نظري على البيت العتيق لم أعد أستطيع أن ألفت أو أخذ نظري إلى مكان آخر، وكأنما مغناطيس سلب نظري وقواي كلها إلى الكعبة المشرفة. ودون شعور وإحساس بدأت الدموع تذرف، يعني هذا فقط فعل الله. نعم هذا. طيب دعنا سنعود، ولكن دعنا نذهب أنا وإياك والسادة المشاهدين لمشاهدة فاصل جمعنا فيه أيضا مجموعة من الفيديوهات والمعايدات التي وصلتنا من حضراتكم، دعونا نشاهدها معا ثم نعود، ابقوا معنا. كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك. كل عام الأمة الإسلامية بخير، كل عام أمين المؤمنين بخير. أنا محمد من الأردن، كل عام الأمة الإسلامية بخير، كل عام أمين المؤمنين بخير. أنا بشير الدين من الأردن، كل عام والأمة الإسلامية بخير، وكل عام أمير المؤمنين بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أنا محمد الخليفي من المغرب. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم إلى حضرة المؤمنين الخليفة الخامس للإمام المهدي والمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصره العزيز بأطيب التهاني وأصدق الأماني وأزكى التحيات وأفضل التبريكات، وأقول له كل عام وأنتم بألف خير. كما أحيي وأبارك وأهني جميع أفراد جماعتنا وعلمائنا الكرام، وأهني كذلك طاقم برنامج محترم لإساحتهم لنا هذه الفرصة التواصل مع أفراد جماعتنا، وكل عام وأنتم والأحمديين في أنحاء العالم بألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وسلم بخير. عيد مبارك يا أمير المؤمنين أشرف حفيد جمال وسيم اليمن تعز. كل عام والأمة الإسلامية بخير. كل عام والأمة الإسلامية بخير. كل عام والأمير المؤمنين بخير. أهاني أمير المؤمنين ميرزا مسرور أحمد أيد الله بنصرها العزيز وحلول عيد الأضحى. أهاني أمير المؤمنين ميرزا مسرور أحمد أيد الله بنصرها العزيزة عزيزة بحلول عيد الأضحى. كل عام وحضرة مولانا أمير المؤمنين بألف خير. إني معك يا مسرور، إني معك يا مسرور، إني معك يا مسرور. أنا جمال حوراني من الأردن، كل عام الأمة الإسلامية بخير، وكل عام أمير المؤمنين بخير. كل عام الأمة الإسلامية بخير، وكل عام أمير المؤمنين بخير. كل عام الأمة الإسلامية بخير، وكل عام بأمير المؤمنين بخير. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أهني حضرة مولانا أمير المؤمنين نصره الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهنئ أمير المؤمنين بعيد الأضحى المبارك متمنيا له الصحة والعافية وهدات البال، وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأمير المؤمنين بألف خير. عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب نهنئ مولانا أمير المؤمنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم النبيين. أهنئ سيدي ومولاي وقرة عيني سيدنا أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز خليفة الوقت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليه وعلينا وعلى جميع إخواننا المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات، وأعاده الله على جميع الأمة الإسلامية بالخير أيضًا واليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد شلبي، مصر. جزاكم الله أحسن جزاء، وكل عام وكل من بعث لنا التهنئة بألف خير، وجزاكم الله أحسن جزاء على جهدكم على اهتمامكم، بارك الله لكم. معنا من مصر الأستاذ أحمد، السلام عليكم. أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب، تفضل. كيف حالك أخي الأستاذ أيمن؟ حضرتك طيب. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. بارك الله فيك، الله يبارك فيك. كنت أتمنى يعني أرجو أن يعني أريد أن أرسل أحر التهاني والتبريكات لمولانا حضرة أمير المؤمنين رضي الله تعالى بنصره العظيم. وكما أرسل التهاني للإخوة الأحمديين في العالم والمسلمين عامة، جزاكم الله خير الجزاء وكل عام وأنتم بخير. وأنتم وأنتم بألف خير، جزاكم الله أحسن الجزاء وبارك الله فيكم سيد العزيز. إحنا دائما الأوقات الطيبة تنتهي بسرعة. حاج راشد، أشكرك على هذه المقابلة وعلى هذا الوقت وهذه المعلومات، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الأكارم في كل مكان. كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم ونحن إلى الله إن شاء الله أقرب. سنختم هذه الحلقة بهدية أخرى وصلتنا من اليمن العزيز، يمن الحكمة والإيمان. فبارك الله لكم، وإلى أن نلتقي في مناسبات أخرى وأعياد أخرى، ونحن في كل عيد إلى الله إن شاء الله أقرب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. باسمي ونيابة عن إخواني في الجماعة الإسلامية الأحمدية في اليمن، نتقدم بأجمل التهاني القلبية والروحية إلى حضرة خليفتنا ومولانا سيدنا أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز، وإلى جميع المسلمين الأحمديين في العالم. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أقدم قصيدة وهي بعنوان أنا وقلمي ودمعي للأستاذ سامح مصطفى. ألا أقرئ أبي مسرور مني بكاء من حرارته كواني، وبلغ أحمدية كل قطر سلامي بالدقائق والثواني. فهل يا إخوتي من مستطيع يبلغ حبنا أزكى التهاني؟ إلهي أنت منني وربي، وتعلم ما دهاني وما عناني. ألا أقرئ أبي مسرورا والثواني، سلامي بالدقائق والثواني.
أجد إني بحولك مستعين على بلواي في هذا الزمان كأني والأشقاء حضورا وبين يدي مسيحه معتراني مزيج مع بكاء مع سرور براني قد أصبت بما استجاني ألا أطري أبي مسروني المولى الحفيظ المستعان أذيل بي الرسالة بالتحايا وقلمي ودموعي شركاني وإمضاء لأجلك يا أميري عسى الكلمات تفصح عن جناني ألا أطر أبي مسرور مني سلامي بالدقائق والثواني سلامي بالدقائق والثواني. وشكرا وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله